ما بين ليلة وضحاها ضربت البشرية بخطر لم يكن في الحسبان. فيروس مدمر سريع الانتشار قد يكلف العالم أضرارا جسيمة وقد يقلب موازينه رأسا على عقب. فيروس كورونا المستجد أو كوفيد-19 الذي ظهر في أواخر ديسمبر الماضي في ووهان بالصين، والذي جعل دول العالم أجمع تقف على أهبة الاستعداد وتتخذ إجراءات عنيفة لمنع انتشاره، ومن ضمنها دولنا في الشرق الأوسط التي قامت بإجراءات مماثلة للحد من انتشار الفيروس. ولكن بالرغم من كل تلك الإجراءات يبقى السؤال الذي لم نعرف إجابته حتى الآن: متى نهاية ذلك الكابوس الذي نعيشه؟ وما الضرر الذي قد يلحقه بنا ذلك الفيروس؟ وفي محاولة لإجابة ذلك السؤال قال بعض الخبراء أن هناك عدة سيناريوهات لفيروس كورونا. الأول وهو الأفضل أن تثمر تعليمات الصحة العالمية وتدابير الحد من انتشار الفيروس نتائجها وتنجح في القضاء على كورونا على غرار ما حدث مع فيروس سارس القاتل الذي بلغ ذروة انتشاره عام 2003 ولكنه تلاشى وانتهى في العام اللاحق ولم يعد يهدد خطراً. وهذا بالفعل ما اضطرت الحكومات لاتخاذ إجراءات مشددة وصلت لحظر التجوال والعزل التام تجنباً لتفشي انتشار الفيروس في أراضيها، ولكن ذلك لم يكن كافياً. فبالرغم من كل تلك الإجراءات إلا أن ذلك لم يحد من انتشار الفيروس، لذا على ما يبدو أن ذلك السيناريو لم يعد ممكناً وأن كورونا قد يكون أخطر من سارس، وتكمن خطورة كورونا في سرعة انتشاره ونقله من الشخص المصاب إلى الشخص السليم حتى قبل ظهور أي أعراض عليه، وهو ما يعني احتمالية تواجد مصابين كثر بيننا لم تظهر عليهم الأعراض بعد. السيناريو الآخر أن يتحول كورونا إلى فيروس شائع على غرار الفيروسات الموسمية، ولكن كيف سيتم التعامل معه حينها؟ دكتور أنتوني فاوسي من المعهد القومي الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية قال: نحن على دراية تامة بالإنفلونزا وما يمكنها أن تفعله بالشخص المصاب، ولذا نستطيع التغلب عليها. أما كورونا فهو غامض تماما بالنسبة لنا، وهنا تكمن الخطورة. المشكلة الأكبر تكمن في الدول التي لا تملك إمكانات طبية كافية لاحتواء ذلك الفيروس. فقد قال تيدروس أدانهوم كيبريوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: لا نعلم حجم الدمار الذي قد يحدثه ذلك الفيروس، خصوصا لو انتشر في البلدان التي ليس لديها رعاية طبية مناسبة. وقد وصل الأمر إلى اتهام تلك الدول بأنها إحدى أسباب تفشي فيروس كورونا في العالم. أما الخطر الحقيقي الذي لا يخفى على أحد هو عدم اكتشاف أي علاج أو أي مصل للفيروس حتى اليوم، وهو ما يمثل كارثة بكل المقاييس بالتزامن مع انتشار الفيروس. ولكن هناك بصيص من الأمل ينبعث من المحاولات الجادة لكبار العلماء والأطباء في مختلف دول العالم لاكتشاف عقار أو مصل لفيروس كورونا في أقرب وقت، مع العلم بأن ذلك قد يستغرق شهور، فلا يوجد سيناريو واضح أو منطقي لما قد يحدث في المستقبل القريب. ولكن إن كنت تريد إجابة حاسمة متى سينتهي هذا الخطر تماماً، فالإجابة بالتأكيد ستكون عندما يتمكن العلماء من صنع لقاح آمن لحماية الأصحاء منه. وللأسف هذا الأمر سيحتاج على الأقل من 12 شهراً إلى 18 شهر كحد أدنى. وبذلك فكل ما نملكه هو أن ندعو الله ونتكاتف سوياً من أجل الحفاظ على عالمنا من ذلك الخطر الذي داهمنا. الأمر في غاية الصعوبة، ولكن طالما لازلنا متحدين ونساعد بعضنا البعض سنتمكن حتما من القضاء على ذلك الفيروس.